السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الأعزاء. اليوم نكمل وياكم المانجمنت مال اليورينري انكونتيننس. جدا مهم جدا مهم جدا مهم يعني بالكيسات يجيك مانجمنت يسألك شلون راح تعالج هذا المريض مالتك. فأنت خلي ببالك ها خلي ببالك لازم تسمع هذا الفيديو كله، وهو بسيط إن شاء الله، وراح أحاول أخليه يعني فيديو مو طويل كلش حتى تكمل بسرعة. زين، المانجمنت ديبيند اون يعتمد على شنو؟ ويتش يعني العلاج راح يعتمد على ويتش سيبتوم، شنو السيبتوم مات المريض ها، حتى أعرف يعني ليش أدرس الأعراض، حتى أعرف الأنواع. تعرفون الانكونتينس بيها فور تايب، بيها أنواع. خذنا تذكرون شرحنا التايب أوف انكونتينس، تذكرون؟ وهذا سؤال ممكن يقول لك mention the type of incontinence. فأنت حتى تعرف التايب مال incontinence مثل urge incontinence، stress incontinence، سولفنا ما راح يعني أعيد يعني كل شيء سولفنا هناك. حتى تعرف التايب ضروري تدرس الأعراض مالته، تقول له شنو أعراضك. تمام، المانجمنت يعتمد على degree of bother يعني درجة الانزعاج، nauseans الانزعاج، درجة الانزعاج. شلون يعني؟ يعني اللي 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 يقطر مرة واحدة بالسبوع تقارنا ويا اللي يقطر يومية ها تقارنا ويا اللي يقطر يومية، منو اللي مسبب الازعاج اكثر؟ اكيد هذا ابو اليومية. فطريقة علاج ترى هاي تأثر على طريقة العلاج، سيستم العلاج، نظام العلاج راح يأثر، يعني راح تختلف من بيشنت الى بيشنت. ابو اللي يقطر يومية اهتم يعني اعطي علاج مضاعف مكثف، وما اساوي ويا اللي يقطر مرة واحدة بالسبوع وهكذا. زين، effect of treatment on other symptoms. بعض يعني مثل شخص عنده امساك، تعرفون الامساك اللي هي constipation يعني صعوبة هنا ما يقدر يسوي خروج، يعني عنده صعوبة بالخروج مو باليورينيشن، لا بالخروج، هنا هاي الكونستيبيشن امساك. وبنفس الوقت يعني مثلا الشخص كان عنده كونستيبيشن وبنفس الوقت عنده ايرج انكونتينس، عنده ايرج انكونتينس يعني هم عنده مشاكل بالخروج وهم عنده مشاكل بمن باليورينيشن اللي هو ايرج انكونتينس. فعندنا الادويه اللي تعالج الايرج، اللي تعالج ايرج ممكن تفاقم للامساك، ممكن تضاعف لي او تزيد من الكونستيبيشن سوء، تأثر على الكونستيبيشن تخليه أكثر سوء. يعني مريض أنت صح عالجت الأرجن كونتينس بس أنت رحت خطية، رحت ما خليته يسوي خروج أبد، صعبت لعملية الخروج، صعبت له يعني زيت له سوء الكونستيبيشن سوء الإمساك. زين، شوف فهنا effect of treatment on other symptom. فأنا انتبه علاجي اللي أعطيه ممكن يأثر على غير شيء لو لا ها هاي نقطة. بعد previous or current treatment يعني شنو معناها previous or current treatment؟ يعني اللي يجيني أول مرة، أول مرة راح أعطيه نظام علاج وي أساوي أقدر أساوي وي هذا اللي جايني فار لي فد 10 دكاترة وجايني. لا طبعا أكو اختلاف بيناتهم، اللي فار 10 دكاترة وجايني أقول له شنو استخدمت علاج، شو ليش ما فادك، حتى أعطي علاج مختلف. أما اللي جاينا أول مرة لا أعطي علاج حسب حالته. فأكيد أكو اختلاف. بالنهاية يقول لك المانجمنت ديبيند أون ذني أشياء، ويقول لك شود بي شود بي هاي اللي باللون الأخضر زين. فيقول لك يعني العلاج راح يكون حسب حالة المريض، حسب المعاناة مالته. فالعلاج راح يكون مخصص حسب التايب، حسب معاناة المريض، حسب درجة الانزعاج. هاي معناها الفكرة مال هاي الكلمة اللي بنقول الأخر. وسيستميك أبروتش يعني أعطى علاج منهجي سيستماتيك، يعني أشوفه يأثر على بقية الجسم لو لا. انتبه انتبه أقارنه بقية الجسم، خاف يأثر خاف يأثر، فانتبه على هاي النقطة. هاي كملناها. اللي 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 بعدها التريتمنت اكو نون سيرجيكال، جدا مهم جدا مهم جدا مهم. نون سيرجيكال، نون سيرجيكال يعني شنو نون سيرجيكال؟ يعني من دون الحاجه الى عمليه جراحيه.
شلون يابه؟ behavioral modification، اخليه يعدل اسلوب نمط الحياه مالتي. هذا اللي يقطر اخليه يعدل نمط الحياه مالتي. مثلا يشرب كافيين هواي، قهوه هواي يشرب، اقول له قلل شرب القهوه. مثلا يشرب سوائل هواي، اقول له ما يحتاج هاي الاكسف فلويد، قلل شرب السوائل. يشرب كحول، قلل شرب الكحول. دخن، قلل التدخين. كان سمين، اقول له شويه خفف وزنك، سوي الويت لوس. فلازم اقول له behavioral modification. شوف behavioral modification جدا جدا مهمه هاي النقطه الاولى. اثنين بيلفك فلور ثيرابي، نقول له يا ابن علمه شلون يسيطر ويسوي تقلصات على عضله البيلفك فلور مسل. تعرفون هاي العضله جد مهمه وشلون لها سيطره على السفنكترات. فاعلمه شلون يسيطر على الكونتراكشن مال هاي العضله، هاي جدا نقطه مهمه. البايو فيدباك، هنا البايو فيدباك، خلي اطلعكم الكلام هنا. الطبيب بايو فيدباك، الطبيب راح يعرض فيديو للمريض مالته. هذا الفيديو يعني بالفيديو راح يعلم المريض، هذا الفيديو من خلال هذا الفيديو راح يتعلم المريض شنو وظائف المثانة، شلون تحدث عملية التبول، يعني معلومات بسيطة تناسب البيشنت، يعني مو معلومات هيك يعني دقة وهاي، لا بس معلومات بسيطة. وشلون تحدث عملية التبول، شلون يصير تتقلص العضلات، شلون تقلص العضلات إلها دور في منع خروج البول، ويعلمهم تمارين شلون يقلصون العضلات. يعلمهم تمارين شلون يقلصون العضلات بحيث يسيطرون على السفنكترات وماكو يورين يطلع. فيقولهم روحوا للبيت وتعالوا بعد 10 أيام طبقوا هاي التمارين اللي علمتكم إياها، تعالوا بعد 10 أيام وطوني فيدباك. إذن هذا المبدأ يسمونه بايو فيدباك. بايو فيدباك هاي سالفته. زين يورثرال انسيرت، هاي تفيدني يورثرال انسيرت طريقة تفيدني حتى أسيطر على الاسفنكترات. يورثرال انسيرت حتى طريقة استخدمها حتى أسيطر على الاسفنكترات. زين بيسيسري هنا اكو يراد من صور ثواني. طبعا بيسيسري هي طريقة استخدمها الفيميال، طريقة استخدمها الفيميال. راح اعطيكم صورة البيسيسري. بيسيسري وين يا بيسيسري؟ هاي البيسيسري، هاي البلدر مالتنا. خلي اشر هاي البلدر مالتنا. شوف انا شلون دخلت البيسيسري منه. هذا مكان الاسفنكتر اللي تشوفونه، شلون ضغط لي مكان الاسفنكتر. شوف اذا كان هذا الاسفنكتر تعبان وما بيحض، فهذا البيسيسري حتى يفيدني انه امنع هذا التقطير مال اليورين، امنع التقطير مال اليورين. خلي امسح لكم حتى تشوفونه بدقة. هاي المثانة وهاي اليورثرا. هذا شوف هذا اليورثرا، شوف هذا شلون فاضي، شلون أصل لليورثرا حتى يمنع تقطير اليورين. هاي البيسيسري مجرد صورة تخليها ببالك. الكيو نيجام كلامب هاي شنو؟ هاي خاصة بالميل، هاي خاصة بمن؟ بالميل. زين يستخدمها الميل. شلون شكلها؟ خلينا نشوف. تعالوا يعني كيو نيجام كلامب، شوف شلون شكلها. جيد هاي الكلام، هاي مثل القراصة، قراصة تبروها قراصة. شفت شلون مشكلة بحيث سادة اليورثرا، بحيث ماكو تقطير لليورن. لما الميل يسوي يورينيشن يفتح حتى يسوي يورينيشن، فايد فيدني حتى. هاي مو علاج ترى، شوف هنا من جاي نعالج، هنا ما جاي نعالج،
يعني عالجنا الشخص بحيث ما يقطر، لا هو يقطر بس اعطينا وسائل ما ما تخلي هذا التقطير يطلع. ها وضحت هيك، حتى ما يصير عنده احراج يقطر ويصير عنده احراج. مثلا هو رفض يسوي عمليه، ما قبل يسوي عمليه اعطيه ذي الطرق. نرجع، هاي الطريقة اللي قلت لكم عليها. بعد اندويلنج كاثيتر، اندويلنج كاثيتر يعني هاي ندخل صوندة الإدرار، هاي واضحة يعني كلش واضحة عندكم، صوندة إدرار كلش واضحة، يدخلون الصوندة داخل الجسم ويسحبون اليورين من خلال هاي الصوندة إلى خارج الجسم، هاي واضحة كلش يعني وشايفينها انتم. كوندوم كاثيتر، كوندوم كاثيتر خلينا نشوف كوندوم كاثيتر شنو سالفته. ها هاي طبعا هم خاص بال 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 بالذكر، كوندوم كاثيتر خلينا نشوف هنا ما يكون خلاص ناخذ شويه مساحه. ايه كوندوم كاثيتر خلينا نشوف صوره. شوف شلون، شوف شلون هذا الكوندوم كاثيتر يتلبس، تلبس هيجي على البيناس زين، وهنا ربطنا بكيس نخلي نشلبه عند المريض حتى من يقطر يجي لهنا. شوف ما يروح ال 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 على ملابسه يعني هالترتيب، شوف النزاكة والترتيب. لحظة شوف عافية، شوف هذا الترتيب حتى يمنع التقطير زين. يعني شوف انا خليتكم صور حتى ذني تفهمون، لاني راضي صور كلش كافي. ام سي جواير يورينال، ام سي جواير يورينال خلينا نشوف هاي ام سي جواير يورينال شو سالفته. تعال يا نفس الفكرة شو شفتوا هم شكلناها هيجي وهاي مربوطة بشنو، مربوطة بأيضا صوندة ومتشلبة بالمريض، اكو هذا شلون يستلم يجمع اليورين، هذا امسي كواير بينار. هاي بعدين كيس نحللكم. وذني ابزوربت شنو الاشياء اللي الاضافيه اللي ساعدني، استخدام الحفاضات، صور الحفاضات البادز، صور حفاضات الديابيرز، وصور حفاضات الابزوربنت اندر باند جايبين لكم. شوفوا ذا مجرد حفاضات يعني مو فتشي، شوفوا ها شوفوا هاي حفاضات زين، هاي هم الدايبيرز شوفوا هذا شوفوا وهذا عندكم شيء بسيط وسهل بالصور هاي. خلي الملف يمكم دائما نقرأ وروحوا شوف الصور حتى يظل ببالكم. هاي شنو، هاي نون سيرجيكال، علاج نون سيرجيكال عافيه زين. بعد هسه شوفوا احنا نون سيرجيكال مره شنو، مره اطينا ذني الخطوات سويناها فت كاثيتر وكذا وحفاظات والى اخره، مره شنو، مره اعطي ادويه شنو فارماكو لوجيك ايجنت ادويه، ايش راح اعطي ها ايش راح اعطي زين. انتبهوا النقطه مهمه، هذا يعتبر شوف قال لك بي، شو يعتبر هذا، يعتبر مو جراحي نون سيرجيكال، قسمناها اي سولفناها ذني وجينا على بي حتى تعرفون التقسيم الصحيح. فارماكولوجيك ايجنت وين، خلينا نشوف بالستريس انكونتيننس، بالستريس انكونتيننس انطي شوفوا ستريس انكونتيننس غالبا علاجها عمليه، الارج انكونتيننس الاغلب ادويه، حفظوا الستريس غالبا علاج عملية يعني ما تفيد بالأدوية، بس أنا مرات أعطي أدوية أدرينيرجيك أجونست إحنا مو عندنا الخلل بالسفينكتر بالستريس، سفينكتر مالتنا تعبان زين. السفينكتر من يسوي له إنهيبيشن يعني من يسوي له كونتراكشن يعني يسد لي كونتراكشن، الباراسمباثيتك لو سمباثيتك 100% راح تقلل السمباثيتك، لأن أنت حافظ شايف المحاضرة السابقة
استمبادتك هو اللي يسوي لك كونتراكشن بالشنو بالسفنكتر. فانا اريد ادويه يسوي لي كونتراكشن بالسفنكتر وما تخلي يورين يطلع. بالتالي استخدم الادويه مال سمبادتك. بالتالي استخدم ادرينرجيك اغونست. ادرينرجيك اغونست اكو بهاي المنطقه بالسفنكتر اكو ريسبترات هي الفا 1 ريسبتر. فأط أدوية تحفز لهذا الألفا 1 ريسبتر فيسوي كونتراكشن. فيسوي شنو؟ كونتراكشن. فأط أدرينرجيك لأن شنو اللي يسيطر على السفنكتر هو سمباثيتك ويسوي لك كونتراكشن. أنا يدي يصير كونتراكشن حتى ما يطلع يون. فأط أدرينرجيك أغونيست. بس هذا إلى آثار كبيرة، يرفع ضغط الدم وغيره من المشاكل. خاف يقول لك ليش ما نستخدم الاندرينرجيك اجونست لعلاج ستريس انكونتيننس، لان قل له مو هذا مو يشتغل على الفا ريسبتر، فيروح ياثر سيستماتك، يروح ياثر على الفا ريسبتر اللي موجوده بالاوعيه الدمويه ويزيد الضغط. ها فخلي ببالك انه هذا له تاثيرات له مشاكل كبيره. فخاف يسألك سؤال ليش ما نستخدم الادرينرجيك اغونست بالستريس كونتينس، تذكر لا سبب، لاني ممكن يسبب لي سيستماتيك افكت اللي هي مثلا انكريز ذا بلاد بريشر، هيك السؤال فيه. زين النقطه اللي بعدها استروجين. استروجين كل ما يصير زياده بالعمر احنا اتفقنا شنو الاستروجين يقل، فهاي المريضه اعطيها استروجين، اعطيها استروجين مكمل استروجين. هذا الاستروجين من اعطيه راح يسوي لنا ريفريشمنت فالنضوج للفالفل سكن، خلنا الفالفل سكن فيسوي نضوج للفالفل سكن، بعد يسوي نضوج للبيلفيك فلور مسل، ينشط البيلفيك فلور مسل. خوش. بالتالي من ينشط البيلفيك فلور مسل، البيلفيك فلور مسل قلنا كلش لها دور في شنو في السيطره على السفنكترات، تضبط لي تحكم لي السفنكتر، فيساعدنا بالستريس انكونتيننس، لان احنا الستريس انكونتيننس مشاكلنا وين بالسفنكتر فيه. زين بعد شنو؟ ها خلصنا الستريس انكونتيننس. هاي كفارماكولوجيكال ايجنت. ايجنت تقول له ادرينرجيك اغونست استروجين، صعبه سهله حتى حفظها سهل. الديتروزن مسل اوفر اكتيفيتي، هاي وين من قال لك ما دام قال لك ديتروزا مسل اوفر اكتيفيتي، يعني الديتروزا جاي تتقلص تقلصات عشوائيه. اتذكر يا نوع من الـ من الـ يا تايب من الكونتينس، قال له ايرج كونتينس. زين اذا ما شايف هذيك المحاضره ليش باو اصلا. طبعا هذه الادويه لها فائده كبيره خاصه اذا كان نوع شنو هو الايرج. زين الايرج شنو معناه؟ قلنا خلل بالشنو بالديتروزا مسل، جاي تتقلص تقلصات عشوائيه وتطلع اليورين وتسوي لي تسرب وتقطر لي. فانا حتى اثبط هذه التقلصات، حتى اثبط هذه التقلصات مال هذه العضله. زين هي هاي العضله انتم اذا تتذكرون الديتروزن مصل من يسوي لها كونتراكشن تخليها تتقلص هاي التقلصات؟ الباراسمبثتك عن طريق شنو؟ استايكولين، طريق هذا النيورون ترانسميتر مالته. فالباراسمبثتك هو اللي شنو؟ هو اللي يسوي تقلصات عشوائيه بهذه الديتروزن مسل. فحتى انا اوقف هذه التقلصات العشوائيه اعطي انتي، طبعا هو الباراسمبثتك حتى يسوي تقلصات بالديتروزن مسل عن يا ريسبتر ادرينرجيك ريسبتر لو مسكارنك ريسبتر. جاوبني تقول لي، تقول لي مسكارنك ريسبتر. فانا حتى اوقف هذه التقلصات، ها حتى اوقف هذه التقلصات انطي انتي مسكارنك ايجنت، انطي انتي مسكارنك ايجنت وباستخدام هذه الادويه، وباستخدام هذا تحفظ هذه الادويه كاسماء. ايش يجي يجيب لك؟ يجيب لك مثلا اذكر لي مثلا يعني تو ادرك يسوون انهبت للديتروزل اوفر اكتيفيتي، تذكر له الاثنين. خوش احفظ هاي الأدوية، ايش قد ما تقدر تحفظ اسماهن، يعني تدرون بعد انا قلت قوي بالاسماء فيعني ما يحتاج تختبروني، بس فهمت يعني فهمت الفكره الاساسيه. يجيب لك الدواء يقول لك هذا شنو فائدته، ليش تستخدم هذا الدواء لعلاج هذا المريض، لان يعني قل له هذا يعتبر انتي مسكانك ايجنت.
بالتالي راح يوقف ال يثبط لي الديدروزا مصل اوفر اكتيفيتي، هاي تقلصات شويه مال الديدروزا مصل. هسه وين نجي؟ نجي سيرجيكال، نجي الى السيرجيكال. خلصنا شنو؟ خلصنا النص سيرجيكال. هسه شنو السيرجيكال؟ السيرجيكال تريتمنت اوف اير انكونتيننس. اير انكونتيننس هسه تعال يا ب عالج لي الاير. ها انتبه الاير انكونتيننس بس بشكل جراحي. احنا قلنا الاغلب ادويه لكن ممكن نعالج بشكل جراحي. شلون؟ يا تعالوا خلنا نسولف. يقول لك يابا بالايرج المشكله وين عندنا؟ بالديتروزا مصل، ضغط الديتروزا يعني جاي يسوي لي تقلصات عشوائيه، ضغط عالي. وممكن السبب يكون هو السمول كاباسيتي اوف بلادر، المثانة مالتنا كلش صغيره، بحيث هذا المثانة ما دام صغيره فهذا الديتروزا برجر يزداد الحجم الحجم صغر فالضغط زاد. هاي علاقة عكسية، حجم صغر مال المثانة فالضغط مال الديتروزا زاد. في ممكن يكون المشكلة small capacity of bladder، المثانة كلش صغيرة وده تسوينا زيادة بيمن ده تسوينا بزيادة بضغط الديتروزا. فأنا ايش أسوي؟ أسوي augmentation، توسيع بالمثانة. ها أسوي augmentation، أكبر وأوسع المثانة. كبرت وسعت المثانة قللت الديتروزا البرجر، قللت هاي التقلصات العشوائية، عالجت الايرج انكونتيننس. شفت شلون التسلسل؟ اذا انت ما فاهم الباثوجينيسيس بالبداية اللي سولفناه الانواع وهاي السالفة، شو راح تفتهم من طرق العلاج؟ فاول طريقة هي الاوجمنتيشن سيستوبلاستي. سيستو يعني مثانة، اسوي اوجمنتيشن توسيع للمثانة. اوجمنتيشن سيستوبلاستي، اوجمنتيشن سيستوبلاستي، حفظها. شوف هاي بها طريقتين اوجمنتيشن سيستوبلاستي كل سهلة. يا اما أوسع المثانة عن طريق الانتيرو من الأمعاء، انتيرو أشير به إلى الأمعاء، فيصير مصطلح انتيرو أمعاء. سيستوبلاسي يعني أوسع مثانتي من الأمعاء، انتيرو سيستوبلاسي أغمنتيشن. هاي كملناها. اثنين أوتو أغمنتيشن، من قلك أوتو يعني أوسع المثانة من خلال المثانة، يعني من أنسجة المثانة نفسها أوسعها. زين اوتو اوجمنتيشن هاي تحفظونها، بقيه الطرق وشلون وهاي هاي ما مطالبين بيها، هاي لحدنا كلش كافي. زين اوتو اوجمنتيشن يعني اوسع مثال من خلال مثال نفسه، وهاي المصطلح بين هو يعبر لك عن نفسه. انتيرو سيستوبلاسي يعني الامعاء، اوتو يعني المثال نفسه. اثنين نيورو موديليشن. نيورو موديليشن انفولف بليسمنت اوف ا سيرجيكال الكترود permanently stimulation S3 efferent or motor nerve. ما فهمت عليك، تعالوا هنا اجيب هنا. شوف من اسمه نيورو موديليشن، نيورو اعصاب، موديليشن تعديل للاعصاب، تعديل للاعصاب. زين تعرفون انتم الاعصاب اللي تتحكم لي اللي يسوي الكونتراكشن بالتروزا مصر هي شنو؟ هي الباراسمبثتك اللي هي S2 S3 S4. مو هيجي محافظين هيجي، اذا ايش يسوون؟ يسوون كونتراكشن بيمن بالديتروزا مصل. وانا هنا مشكلتي انه الديتروزا مصل جاي تقلص عشوائي، فاجيب الكترودات، اجيب الكترودات واخليها بالروت مال الاعصاب. يا اعصاب اللي اقصد S2 S3، طبعا ما يدي يعني دني S2 S3، اخليه فاخلي الكترودات تدني بالروت بالجذور بالسباينال كورد مال هاي الاعصاب S2 S3. زين واخليهن هن اللي يتحكمون بالتقلص مال الديتروزا. تعرفون انه من صار الايرج يعني صارت التقلصات عشوائيه، صار ماكو تحكم صحيح، فانا اخلي الكترودات بمناطق الاعصاب بمناطق التحكم واتحكم تحكم صحيح وامنع هاي العشوائيه مال الديتروزا مصر. واضح؟ عافية البطل. فهنا اجيب استبدال واخلي سيرجيكال الكترود انا اخليها بشكل دائم بيرمنتلي سيميوليتنج، تحفز لي S3 افيرنت اور موتور نيرف، يعني تحفز لي تشتغل، يقول لك تشتغل بشكل اساس
ميلي 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 S3 تعدل لي S3 اللي يروح يحفز لي سواء الافرنت اور موتور. الافرنت اللي جاي من المثانة وواصل للدماغ للحبل الشوكي العفو, والموتور لا اللي رايح من الحبل الشوكي وين واصل؟ وين واصل؟ واصل للمثانة. فواحد عكس الثاني. في المهم انا اثنيناتن اسيطر عليهم, اثنيناتن اسيطر عليهم سواء اللي ينقل اللي يجيب الرسالة واللي يود الرسالة. هسا خلصنا من عندها السيرجيكال تريتمنت اوف ايرج انكونتيننس. هسا نجي للسيرجيكال تريتمنت اوف ستريس, اوف ستريس انكونتيننس. شو تقول لي يابا؟ تجي تسولف له عدد لنا الطرق. شوف احنا هنا المشكله عندنا قلنا بالصمام. الصمام شوفوا يقول لك هنا المشكله, خلنا نقرا باليوريثرال فيزيكال جنكشن. باليوريثرال فيزيكال جنكشن, يوريثرا يعني شنو؟ يوريثرا يعني اليوريثرا مالتنا الحليب, والفيزيكال يعني المثانه. جنكشن يعني المنطقه اللي تربط بين اليوريثرا بين المثانه والشنو والحليل, مثلا والحليل. فانتم تعرفون بهاي المنطقه ايش اكو؟ اكو اسفينكتر. فهنا هنا مشكلتنا بهاي المنطقه, مشكلتنا في منطقه تواجد الاسفينكتر بالسترس. فاذا هاي الاسفينكتر وهذا اليورثرا فيزايكل جنكشن نزل تحت البيوبك سمفسس, بيوبك سمفسس, طبعا هذا الشيء خطا. صار بي شنو يعني معناه؟ صار بي برولابس, تهدل ونزل. فهذا راح يسهل لي الانكونتيننس, راح يسوي لي بسهوله مجرد ما اقح يصعد الانكونتيننس. فانا هنا بهاي الحاله ايش اسوي؟ لازم ارفعه. ما دام نزل هذا السفنكتر, ما دام نزل لي هذا اليوريثرال فيزايكل جنكشن كله من ضمن السفنكتر, فلازم ارفعه حتى اعالج الوضع مالتي. فايش استخدم؟ استخدم عملية جراحية. لذلك احنا قلنا بهاي ما يفيدنا الادوية, قلنا دائما بالستريس نستخدم شنو؟ نستخدم عمليات جراحية, لان هيك حالات اشتطيها دواء يصعد لي السفنكتر, يصعد لي اليوريثرا فيزايكل جنكشن, هو ماكو دواء. بينما بالارج كنا نستخدم دواء على مجرد تقلصات عشوائية او اخر هاي التقلصات العشوائية. زين, فاعالج هاي الوضعية, اسوي ارفع هذا اليورثرا فيزايكل جنكشن, هو مو نزل, ارجع اسوي سسبنشن, ارفعه اعلقه سسبنشن. وهذا السسبنشن بنوعين, يا اما ريترو بيوبك سسبنشن, يا اما ترانس فاجينال سسبنشن. هذا السسبنشن بنوعين, يا اما ريترو بيوبك سسبنشن, ويا اما ترانس فاجينال سسبنشن. هاي فهم ناس ذات سووا سسبنشن, ارفع عملية جراحية على مود ارفع شنو؟ اليوريثرا فيزايكل جنكشن, اللي هي المنطقة اللي يوجد بيها الاسفنكتر. فاذا احنا صعدنا الجنكشن كله, يعني اليوريثرا فيزايكل جنكشن كله لفوق, رفعناه لفوق, هاي نسميها سسبنشن. لكن اذا صعدنا فقط الاسفنكتر, هاي نسميها سلينج. معناها صعدنا فقط الاسفنكتر, سلينج يعني صعدت فقط السفنكتر. زين, فالسيرجيكال تريتمنت اوف ستريس انكونتيننس هي يا اما ريتروبيوبك سسبنشن, يا اما ترانس فاجينال سسبنشن, وكلهن على مود شنو؟ ارفع اليوريثرا فيزايكل جنكشن اللي بداخله موجود الصمام, على مود شنو؟ على مود امنع الانكونتيننس. اذا رفعت فقط الصمام مو كله, يعني ما رفعت اليوريثرا فيزايكل جنكشن, فقط الصمام سحبته, هاي يسمونه سلينج. هاي عمليه زين. بيري يوريثرال انجكشن, بيري يوريثرال انجكشن شنو هاي؟ هاي اصغر هنا البلادر نيك, هاي البلادر شوف هاي اليوريثرا, هاينا هي يسمونها يعني تابعة للمثانة, يسمونها بلادر, يعني يعطونها اسم بلادر نيك. ها
هاي شوف هنا يعطونها بلاد النيك. هاي البلاد النيك بالستريس صار بيها توسع، فأنا شو أسوي؟ أضيق. أكو صورة يمكن ثواني. جيد. بيري يورثلر يورثلر إنجكشن. شوفوا هنا، شوف هاي بلاد النيك إنكومبتنس، يعني صاير بيها توسع. شوف شلون صاير بيها توسع، فأنا عالجها. من عالجها شوف شلون عالجت الوضعية هاي بلاد النيك، شلون عالجتها؟ عالجتها البلاد النيك اللي تربط لي ال شو اسمه البلادر بالش اسمه مباشرة باليورثرا. يعني أنا من أدخل قبل أدخل بهاي الفتحة، يعني هاي معناها دخلت باليورثرا. كلش بسيطة، وهاي الصورة توضح عنها. فهو إذا يقلك يقلك يا أبي شلون تعالج، تعالج شو اسمه بال تعالج تعطيني الطرق اللي عاد فيها surgical treatment of stress incontinence. تقول له retropubic suspension, transvaginal suspension, periurethral injection. بعد sphincter prothesis. sphincter prothesis هنا شنو؟ هنا أبدل الصمام كله، صمام تعبان ما احنا قلنا ستريس يعني مشكلتنا الصمام، فهنا ابدل الصمام كله. وهاي خاصه يصير عند الرجال، عند الرجال بعد البروستاتيك سيرجري، بعد البروستاتيك سيرجري ابدل الصمام كله. شوفوا الصمام كله ابدله. هاي الصوره اتوضح لي، هذين الصور يعني كلنا قلبناها حتى ما نتاخر يا اخي. شوفوا نجيب صمام صناعي artificial sphincter. هاي خاصة نستخدمها للرجال اللي اللي يسوون بروستاتيك سيرجري. فخاف يقول لي شنو السيرجري المناسبة حتى عالج يمكن الانكونتينس لرجل. هاي بالكيس لرجل يعني مسوى عملية ما شنو مال بروستات، فأنت شو تقول له؟ الأنسب 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 اختار له artificial urinary sphincter، ابدل له الصمام كله، خليها ببالك. وهاي بيضيع اوضح لكم اياها، يلا خلي اوضح لكم اياها. ذني كلهن الصمام هذا كله نخليه تحت الجلد، نزرع شنو؟ تحت الجلد subcutaneous cutaneous. لا هذا جزء، هذا جزء اللي يبيد الدقمة اللي انا اتحكم من خلالها، انا اتحكم من خلالها ازرع بالسكروتم. تعرفون السكروتم هو كيس الصبن، بس اكتبوا على جوجل يطلع لكم صوره كيس الصبن سكروتم. طبعا جبت لكم صوره بس مع الاسف نسيت اضيفها. هذا ازرع بكيس الصبن، وهذا اخليه فوق سوبرا بيوبك، فوق البيوبك سينفيسيس. هذا هذا البالونه، هذا البالونه تشوفونها اشارككم، هذا البالونه وبيها مي، فيها شنو؟ هاي متروسه ووتر، متروسه ووتر. اخليها فوق شنو؟ فوق البيوبك. زين راح تقول لي اليم اليورثرا شو تخلي؟ لازم انت تقول لي نخلي شيء يم اليورثرا، لان صمام ايده يم اليورثرا. اقول لك نخلي هذا يم اليورثرا، حول اليورثرا. هذا هذا الكف، الاسم الثاني كف، نسميه كف. هذا خليه راوند يورثرا. العملية كالآتي، اتحكم منين؟ اتحكم من الدقمة مالتي اللي صاير بالسكروتم كيس الصفن، اتحكم من خلاله. بس مجرد ما ادوس الدقمة، مجرد ما ادوس الدقمة هاي اللي من خلال هذا، من خلال هذا اللي صاير بكيس الصفن، راح ينزل لي ووتر من هاي النفاخة، ينزل ووتر من هاي النفاخة يجي لهذا مالتنا اللي صاير حول اليورثرا، فيسد اليورثرا. زين، فأنا لما ما أريد أسوي يورينيشن أدوس الدقمة مالتي، راح ينزل ووتر منا، راح ينزل ووتر منا لهنا على مود يسد اليورثرا. لكن أنا لما أريد أسوي يورين، لما أريد أسوي يورين ايضا ادوس الدقمه نفس هاي مالتي، ادوس الدقمه ارجع ادوس مره ثانيه، راح يرجع الووتر، يرجع الووتر من حول اليورثرا يرجع للنفاخه، بالتالي راح تنفتح اليورثرا والعمليه كالاتي. بس هيك ترى يعني ما مطالب بيها، بس هاي الفهم الدقيق. هاي اخذنا الصور دني، ايضا هاي كل الاطلاع، هاي الاطلاع حكينا عنها التريتمنت دني، ما بقيت اسماء لكم لان مجرد تحفظون اسماء كلش كافي. هاي الاطلاع قال عنها الدكتور.
سولفنا عنها، قلنا السيرجيكال تريتمنت اوف ستينسك كونتينس هي اكثر نجاحا، ما نستخدم ميديكيشن، الافضل نستخدم سيرجيكال. هاي سولفنا عنها، هاي صوره، هاي شارحينها من اعراض السيبتوم مال الارجين كونتينس. سيبتوم مال الارجين كونتينس شنو يسعد؟ فريكوانسي، تكرار، تكرار زين. ارجنسي على ساعة ينحصر حصر قوية، حس تقول لي انت شخص طبيعي ينحصر، طبعا ينحصر بس شنو يعني بمراحل ينحصر، مو هيك على فجأة تجي الحصرة زين. ونكتوريا هاي غالبا تصير شنو بالليل، فقل لك مرات تصير بالليل مرات شنو ما تصير بالليل، موجب وسالب يعني مرات تصير مرات ما تصير. الفريكونسي طبعا الطبيعي اللي يسوي فويدنج يعني يروح للصحيات يعني من 4 إلى 8 مرات، هذا اقول طبيعي، هذا الرينج طبيعي، لكن اذا اكثر من هذا فهذا يقول الشخص عنده شنو فريكوانسي، حتى تعرفون القيمه هاي جدا مهمه. اروح دكتور انا اروح 15 مره باليوم، احس برايك مين يقول لك 15 مره باليوم تقتنع؟ يقول هذا طبيعي، لا هذا ابنورمال. ليش؟ لان الدراسه مصر جاي تتقلص تقلصات عشوائيه، كل شويه تقلص تقلص عشوائيه، خليته يسوي يصير بارجنسي وراح الحصى حصى قويه وراح تتقلص تقلصات عشوائيه. ها انتبه، هاي شرح هنا عادي، هاي هنا صور، هاي صور ميديكيشن، هاي صور الحفاظات، هاي صور البيهافيور من قل لي يا بقلل القهوه، سوي تمارين للبيلفيك فلور مالتك، هاي كلها سلوكيه. هاي النيورو موديليشن مالت شلون نخلي الكترودات، هاي سوالف، هاي بوتوكس بعدين ناخذها، وهاي سيرجري. صور كلها صور، ها جدا مهم، هاي انا شايفه جايه بالش اسمه بالفاينل كونزرفيتيف مانجمنت، كونزرفيتيف مانجمنت هاي سالها بالفاينل، هاي بالفاينل جايه كله مهم. هسه انا بخليكم كيس هم تعلمون شلون تجي الاسئله، بس يعني هذا انا اللي ما حته بالفاينل كونزرفيتيف مانجمنت. شنو الكونزرفيتيف مانجمنت؟ أشياء الوقائية اللي تساعدني عدل أسلوب الحياة، اللي هي لوس ويتنج، أقلل الوزن خاصة إذا كان سمين، تعرفون هذا البي ام اي بادي ماس اندكس، يمكن هيك أتذكر مصطلح ترجمة أخذناه بميتابوليزم، إذا كان أكثر من 30 في الشخص أقول عنه أوبيسيتي، فهذا أقول لي سوي لوس ويت، قلل من وزنك زين. عرفنا الأوبيسيتي شلون تسوي لي incontinence، شلون نسوي لي stress incontinence عرفنا، بعد ما نرجع اشرح. smoking اقول له وقف smoking. vaginal estrogen if post بعد سن اليأس، وصلت المرأة لا سن اليأس، قلقتها الاستروجين بتقدم العمر، فأعطيها انا شنو، انا اعطيها HRT. شنو HRT؟ هرمون replacement therapy، هرمون ريبليسمنت ثيرابي، اعطيها علاج، اعطيها الاستروجين، يعني معناها اعطيها الاستروجين. هرمون ريبليسمنت ثيرابي هي مو وصلت سن اليأس قامت قلعت الاستروجين، فانا اعطيها الاستروجين كمكمل حتى ما يسوي لي مشاكل. ها دي كافينيتد درينك، ذن المشروبات اللي بيها كافيين، قهوه بيبسي الى اخره، اقلها توقف عنها. ها وقال لي اسوي بيلفيك فلور اكسرسايز، فما يسالني انا ذني، تذكر له ذني النقاط كونسرفيتيف مانجمنت، تقول له ذني النقاط تصير سباعه وتحفظ ذني زين. ها شرحناها ذني، هاي الاطلاع، هاي شنو هاي، ها هاي استخدم البوتوكس، بوتوكس هاي شنو هذا، هذا سم نستخدمه للعلاج، وهذا مشهور بمن بالعمليات التجميليه. شوفوا هاي، شوفوا هاي الانيقه والجميله شلون صاير شكلها، ها شوفوا سابقا شلون كانت، شوف هنا الجمال، شوف هنا، شوف هنا صاير بيه زين. هذا عن طريق البوتكس، يقول لك هذا البوتكس هنا سالفته، مجرد تعرفوا هاي سالفه وخلص نطلع، ذكر الدكتور خلص اروح. الفكره انه نحقن هذا السم حتى نقلل السيجنال اللي توصل من النيرف للديتروزا المصل. هاي الديتروزا المصل مالتنا لما تتقلص تقلصات عشوائية وتسوي لي يورين، طلع لي يورين، فلازم انا اقلل السيجنال من الدماغ، الاعصاب اللي توصل
وتغذي لي شنو؟ وتغذي لي هاي ديتروز المصر، اقللها مو امنحها نهائي، لا اقللها حتى ما تسوي لي كونتراكشن شنو وتتقلص. زين لازم اقللها، فاعطي احقن هذا السم راح يقلل لي هاي اللي شو اسمه، راح يقلل لي هاي التقلصات البوتوكس حتى تقل. هاي خذناها هاي سويناها. زين نجي هنا هاي الكو ال رجع عادالك ياهن الكونسيرفيتيف مانجمنت، قلت لك هاي مهم شفته بالفاينل، ويت لوس، الاستروجين، بيلفيك فلور اكسرسايز، وطبعا شرح الكيجل اكسرسايز. شنو هذا الكيجل اكسرسايز؟ هو نفسه يسمونه البيلفيك فلور اكسرسايز، كيجل اسم العالم اللي اكتشف هذا التمرين. تعرفون البيلفيك فلور ذا عدلناها وسيطرنا عليها، راح سيطر على السفنكترات وكلش مهمه. شوفون إذا سألت عن سفنكتر بعد ما يصير عندين كونتينس. نا خل أعلمكم إياه اللي يشرح الدكتور ونروح قبل. نعلم ما يضشون يسوي لي كونتراكشن أوف ذا ثاي مصل. نعلمها شلون يسوي كونتراكشن للثاي مصل. نقولها خل ورقة بين الأفخاذ مالتج وحافظ عليها يكون أيتها ما توقع. فهي حتى ما توقع الورقة تلقائيا راح يسوي لي أدكشن وإنترنال روتيشن. حتى ما توقع الورقة اللي صار بين الأفخاذ. الافخاذ العفو راح تسوي ادكشن وانترنال روتيشن. هذا الادكشن والانترنال روتيشن راح يقوي لنا البيلفيك فلور مصل. هاي اقولها اسويها باليوم 5 مرات لمده 3 شهور راح تعطينا نتائج قويه. هاي بيلفيك فلور اكسرسايز خاف اقول لك اشرح لي اياه، سولف لعنه، سولف لهاي الكلام اللي قلت لك عليه، تعبره كلش كافي، خاف او يجيبه. بس هو اذا راد يجيب يقول لك شنو الكونسرفيتيف مانجمنت اللي جاي، هذا السؤال سابقا. هاي قال لي طلع هاي صور شرحناهن. قبل لا نختم بس نحل هذا الكيس. هذا الكيس حلينا سابقا، بقى شنو قلت لكم هذا من وصل التريتمنت اشرح لكم هذا السؤال. هذا السؤال حبابي نشوف شلون اسئله بسيطه. يقول لك ذا دكتور سجست اقترح انه يسوي سيرجيكال تريتمنت لصفيه. طبعا صفيه كان اتا ستريس انكونتينس، هو هنا قايل لك اصلا بالتشخيص قايل لك صفيه اتا ستريس يورينري انكونتينس. فيقول لك كان يو منشن 3 تايب، اعطيني 3 تايبات اوف سيرجيكال تريتمنت اوف ستريس انكونتينس. شنو رايك هيك سؤال بسيط وتافه حرامات تضيع. مجرد تتكلم موجود من اسمه ريترو بيوبك سسبنشن، ترانس فاجينا سسبنشن، بيري يوريثرا انجكشن. اطلع لكم اياها حتى بنيان شوفوا دنياهن، شوفوا دنياهن تتكلم 3. بعد سؤال لا نعطاني ايجنت تو ايجنت ادويه تعالج لي الستريس. تذكرون شنو نستخدم؟ ادرينرجيك او اجنست، هاي قلنا اللي بيها تاثيرات ترفع ضغط الدم، والاستروجين الستريس. اطلع لكم اياها كلش اسئله حلوه وسهله وبسيطه. هذا نيا الايجنت اللي نستخدمه بالستريس دائما. واخيرا الحمد لله وشكر ختمنا هذا الموضوع بالتفصيل، اعطيتكم فد كيس شلون تجي الاسئله ما كنا